أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جميل مانع البزوم، ولدت عام 70، ولدت في البصرة، وتعلمت القراءة والكتابة في عمر 5 سنوات. تعلمت القراءة من خلال تدريس إحدى أخواتي التي سبقتني في الدراسة. دخلت المدارس الابتدائية أولا، وكنت متفوقا على طول الخط، دائما كنت أنجح الأول، حتى أنني دخلت المدرسة قبل سن الدوام، كنت أقرأ معلم بعض الدروس، وكان هو متعجب انه انا خارج المدرسة واعرف القراءة والكتابة. بعد ذلك دخلت المدرسة وكنت متفوقا على طول الخط، حتى انه في نهاية الابتدائية كنت اقوم بتدريس بعض التلاميذ بدلا عن المعلم، ودرست بعض التلاميذ في 3 مواد يسمونها الاجتماعيات. وبسبب تدريسي للمواد، طبعا المعلم أعطاني درجة كاملة في النصف الثاني، يعني درجة 100. دخلت المتوسطة وكنت أيضا من المتفوقين في الأول في الثاني، طبعا رفيت بالامتحانات النهائية لأن درجاتي كانت تتجاوز 90 معدل. في الثالث المتوسط نجحت الأول على المنطقة مع ابن عمي، طبعا لأنه كان متفوق أكثر مني أعتقد بنصف درجة، وكان الامتحان في رمضان، تفوقت في ذلك الامتحان وحصلت على معدل 91 سنة 84-85. بعد ذلك تعلمت الخروج مع بعض الطلبة، وتعلمت الذهاب إلى المساجد، وأول مسجد صليت فيه وهو معمم تعرفت عليه هو السيد زكي الدين شبر، الذي هو ابن السيد عباس شبر رحمة الله عليه. وخلال هذه الفترة أنا كنت أدرس في الرابع والخامس في الصف السادس، تم اختطاف هذا العالم الذي كان يعلمنا الفقه وأيضا كان يدرس التفسير، وتم إعدامه. طبعا في ذلك الوقت أنا وكان عندي أولاد عم 2، كنا نصلي خلفه، قررنا أن نوزع منشورات عام 87، وفعلا وزعنا منشورات في منطقة الحيانية حي الحسين، بدأنا من أول لاين حتى منطقة الشغلة. بعد ذلك طبعا خلال هذه السنوات أنا تعودت منذ عام 82 أن أذهب إلى مكتبة قريبة على بيتنا وأشتري كتب، مجلات وكتب، وهكذا تعلقت كثيرا بالقراءة. بعد ذلك لما عرفت بأن الطب يحتاج إلى تعلم اللغة الإنجليزية، تعلمت اللغة الإنجليزية. وفي تلك السنة، في السنة التي أعدم فيها هذا العالم وقررنا ذلك، أنا كنت في السادس العلمي. بعد الامتحان نصف السنوي تم اعتقالي، وأنا وابن عمي الذي كان طالب في كلية الهندسة أعتقد قسم الميكانيك، ثم حكمت أنا وهو. ابن عمي الثالث طبعا هرب إلى العمارة،
حكمت 15 سنة، يسمونها إيداع في مدرسة رعاية الفتيان، لأنه أنا كان عمري 17 سنة لما وزعت المنشورات، فيعتبرون هذا قبل السن القانوني، فحكمني 15 سنة. طبعا ابن عمي حكومة 20 سنة مؤبد. بعد ذلك خرجت. طبعا في أبو غريب تعلمت بعض القضايا المرتبطة بدروس الحوزوية، ودرست اللغة العربية لأحد الأشخاص من أبناء داوتي، لأن داوتي كانت مرتبطة بناس آخرين أيضا من جهات أخرى. خرجت من السجن، ثم بقيت لمدة سنة كاملة خارج السجن، من لا يوجد عندي عمل إلا قراءة الكتب. خلال سنة واحدة كان عندي صديق من أهل النجف يأتيني بالكتب، تقريبا قرأت ما يقارب 300 كتاب، لأنه أنا ما كان عندي عمل، ما قبلوا يرجعوني إلى المدرسة، وما كان عندي هوية، فلذلك كنت جالس في البيت وأقرأ الكتب. بعد ذلك اعتقلت مرة ثانية بتهمة تحريض الشباب على رجال الأمن، وحاولوا أنه يجيبون أشخاص معي في الدعوة، ولكن أنا خلصتهم بطريقة ذكية. بررت لهم علاقتي بهم، لأنه أنا قلت لهم أنا كنت طالب ذكي بالمدرسة، وعلاقتي بهم ما تتعدى أنه أنا كنت أدرسهم، لأنهم كانوا بالدراسة ما كان عندهم تميز بالدراسة. المهم حكمت بسبب القضية الثانية 7 سنوات وفق المادة 200 على 2. طبعا المادة الأولى اللي حكمت عليها هي 175، أعتقد الفقرة أليف أو فقرة باء ما متأكد. في المرة الثانية في أبو غريب درست التفسير لبعض المعتقلين، لبعض السجناء. خرجت نهاية 91. طبعا لما خرجت أرسلوني مباشرة للجيش، فبقيت بالجيش لمدة سنة وشوية، ما تحملت أبقى بالجيش، فهربت من الجيش. ذهبت مدة سنة تقريبا في منطقة ناهية في أبو الخصيب، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العمارة في منطقة تسمى الماضية. بعد قضاء تقريبا 2 سنين في الماضية 96 تقريبا، جاءتيت إلى الحوزة. لما أتيت إلى الحوزة بدأت الدروس، وكان معي بعض الأشخاص اللي هم كانوا معتقلين معي في المعتقل، ساعدوني في بعض الأشياء، في اختيار بعض الأساتذة، وبدأت الدراسة. طبعا بدأت الدراسة، وكنت دائما أتحاشى إقامة العلاقات مع الطلبة، باعتبار أنه أنا محكوم مرتين، وخدمني أنه أنا الأوراق الرسمية مالتي ما كان بها لقب. رجال الأمن في زمن صدام كانوا شوية حريصين أنه إذا يجون يكون القبض على شخص يكون يتأكدون من اسم الرباعي ولقب، خاف يشتبهون. المهم قضيت التسعينات حتى نهاية عام 2001، درست الدروس بشكل مكثف، ما كنت أعطل أبدا، حتى في رمضان كنت أدرس وأدرس. أنهيت دروسي بشكل جيد، و كتبت بعض الأشياء. طبعا في هذه السنة، نهاية هذه السنة، اعتقلت مرة ثانية، وكان الاعتقال طبعا وشاية من شخص اسمه أحمد سفيح الدراج، الآن هو يحمل شهادة الدكتوراه، يدرس في مدينة البصرة. طبعا هذا ما كسرني بس أنا، وإنما كسر تقريبا 100 طالب ما
أو أكثر من ذلك. حتى ابن خالته سيد هادي الدينناوي اللي هو صديقي اللي هو إمام جمعة الكوفة والتيار الصدري أيضا كان مكسرة قبل، جيت للمعتقل لقيته موجود داخل. المهم في هذه القضية أنا ما اعترفت على أي شيء لأن ما كان عندي شيء أساسا، وإن كان أذيت أذية قوية. بعد ذلك خرجت بعد 6 أشهر من التحقيق. فخلال هذه المدة تم تحويلي إلى مديرية أمن البصرة، وخرجت من مديرية أمن البصرة. بعد ذلك رجعت إلى الدراسة مرة أخرى حتى سقوط النظام البحثي. طبعا درست كل الدروس التي يحتاج الطالب في الحوزة دراستها، جومية، قطر، شرح الألفية، منطق، ميزان المنطق، شرح ميزان المنطق، حاشية شمسية، منطق إشارات، منظومة، عقائد إمامية، باب 11، تبصرة المتعلمين، شرائع الإسلام، اللمعة، المكاسب بعدها، الكفاية بعد المعالم والأصول الفقه. وتباحثت طبعا في الحلقات ودرست كفاية الأصول ثم المكاسب. درست أيضا فلسفة بداية حكمة ونهاية حكمة، درست شرح المنظومة أيضا، ودرست أيضا كل الدروس الموجودة في الحوزة، كل الدروس الموجودة في الحوزة. بعد ذلك عملت في تدقيق بعض المجلات اللي صدرت بعد سقوط النظام، وعملت مع عدة جهات ومؤسسات كخبير. وبدأت هذا العمل منذ عام 2006 تقريبا، 2006 وحتى الآن. طبعا درست منهج البحث العلمي، ودرست التفسير أيضا، ودرست الباب 11، وهي دروس مسجلة طبعا. درست كتاب للرد على الحداثة، درست كتاب فلسفتنا، درست كتاب النمعة، درست كتاب الحلقة الثالثة، درست كتاب الحلقة الثانية، درست كتاب نهاية الحكمة أيضا بعد ذلك. طبعا ما أكملنا بسبب المنهج المدرسي. وطبعا درست المنطق بشكل متكرر جدا، درست حاشية ملا عبد الله، درست النحو، درست العقائد، عقائد الإمامية باب 11، ثم درست التجريد، ثم درست مختصر الإلهيات، وهكذا. درست التفسير طبعا بعد ذلك منذ عام 2009 2010 2011 2013 2014، يعني تقريبا 6 سنوات درست التفسير على كتاب تفسير العلامة البلاغي. الآن أنا أدرس الكفاية والفقه الاستدلالي وأعمل في التحقيق. عندي مشاريع لإقامة مؤسسة لتحقيق المخطوطات. طبعا ذات اليد تمنعني من القيام بذلك الآن، ولكن هذه فكرة من الأفكار التي أحلم بتطبيقها في أرض الواقع. كل هذه السنوات التي قضيتها في الحوزة كنت حريص على عدم إقامة العلاقات مع الطلبة بسبب الوضع العلمي. طبعا بسبب الوضع العلمي خلال سنوات الحوزة كثير من الناس كان يعتقد بأنه أنا لابد أن أمشي في مسار معين يختلف عن المسار الذي سرت فيه، ولكن طبعا هذا كان اشتباه. ولذلك البعض من الناس ما يقبل علي لأنه
يعتقد بأنه أنا لابد أن أمشي مع زيد من الناس ولا أمشي مع غيره، وهذا أمر غير صحيح. أنا من الذين قلدوا السيد الخوئي منذ عمر 12 سنة، ولا زلت أقلده بإجازة من السيد السيستاني. طبعا بعد استشهاد السيد الخوئي 92 أنا أتيت للنجف، وأتيت كثيرا للنجف طبعا، حتى أقمت علاقات مع بعض الشخصيات اللي هي تبيع كتب وعلى علاقة ببعض البيوت العلمية، ومن خلال السؤال عرفت بأن السيد السيستاني هو الأعلم. وبعد ذلك بقيت بإجازة من على تقليد السيد الخوئي حتى هذه اللحظة. بعد ذلك طبعا تعرفت على آراء كثير من العلماء الذين يقولون بأعلمية السيد الخوي على مر كما يقال التاريخ الشيعي، تاريخ علماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا الآن أنا أعمل بشكل مكثف على تحقيق عدد من كتب المراجع المتصدين في النجف، 2 أو 3 منهم، وأعمل أيضا على مراجعة بحوث عدد من العلماء، عدد من الكتاب، ولدي مشاريع لتحقيق عدد من الكتب. يعني لا أبالغ إذا قلت بأن عدد مشاريع التحقيق الموجودة عندي تفوق 50 كتاب. الآن بعض هذه الكتب جاهز بشكل جزئي، البعض منها غير جاهز بشكل كامل. نعم عندي بعض الكتب أتممتها، ولكن حقيقة ما تم طبعها لأنه الطباعة ليست علي على الجهة اللي طلبت مني تحقيقها. نعم عانيت في قضية التحقيق من إنكار الكثير من الأشخاص الذين حققت بحوثهم من عدم الالتزام بنشر اسمي عند نشر الكتب. ولذلك الأشخاص اللي سألوني مرة قالوا لي شنو الكتب اللي حققتها وعجبتك، ما قدرت أجاوب لأنه بعض الكتب هذه أنا حققتها وطبعت من دون اسمي، مع أنه اتفاقي أنه لابد اسمي ينزل لأن أنا حققت الكتاب بالأصل. فهذه الحالة طبعا يعاني منها بعض الناس المحققين، لأنه أحيانا الطرف الثاني لا يلتزم ب كما يقال بالعمل. طبعا أحيانا هذه طبعا من الأشياء المضحكة والمبكية، ما أريد أعرف بالضبط أعرف عنها بنفسي، ولكن ما أعرف إذا هي مضحكة أو مبكية، أنه أنا أحيانا تجيني طلبات للتحقيق من أشخاص أقوم بالعمل، وأحيانا حتى الأشخاص ما أعرف، ومن يرد علي يعني بعد أن أكمل أنا أخذ منه أجر، اللي ما يرد علي ويعني كما يقال يترك التواصل معي طبعا أنا لا أتابع، حتى أحذف رقمه، يعني لأنه بالنتيجة وسقد يكون هو كان بحاجة إلى مساعدتي في تدقيق البحث وما يريد يعترف بأن لي أجر عنده، وهذا أمر طبعا يحصل أحيانا، وقد يكون عندهم أعذار شرعية في مثل هذا الأمر. الكثير من الناس تعتقد بأنه يجب أن لا تصل كتبهم لي، لأنه أنا حسب توصيف بعض الأشخاص بأنه متشدد في قضية التحقيق، ولكن في الحقيقة أنا أحب أن أعمل بشكل صحيح. البعض يعتقد أن هذا تشدد، البعض يعتقد أنه لا، هذا عمل صحيح. أنا بحمد الله تعالى مقتنع بعملي، حريص على أن أقوم بهذا العمل، أمتاز بصفة يعرفها يعني كل الأشخاص اللي أمتاز، أقول يعني أمتاز يعني مو يعني ميزة لابد تكون حسنة، ولكن هاي ميزة أمتاز بها عن بقية الناس، يعني أعرف بها كما يقال، يعني أمتاز بعدم المجاملة. أنا لا أجامل، يعني كلمة المجاملة عندي شبه ملغية من قاموسي، ولذلك كثير من الناس يخشى التعامل معي في قضايا تحقيق البحوث، يخشى من هذه القضية، حتى أن البعض منهم أحيانا كان يرسل بحوثه ثم بعد ذلك يرسل طلب عدم إكمال
بعض انه حتى ما يجي ياخذ البحوث مالته، يعني داز لبحوثه وبعد ذلك ترك المطالبه حتى بالاوراق اللي ارسلها، وكانه ماذا؟ وكانه يخشى حتى من ان يلتقي مره ثانيه وياخذ اوراق بحثه او كتابه وما شابه. ان شاء الله تعالى في القريب ساحاول ان انجز بعض الكتب وارسلها الى الطبع. وطبعا اكثر الاعمال اللي انا قمت بها في خصوصا لاساتذه الجامعات وطلاب الجامعه، طلاب البكالوريوس والدكتوراه والماجستير، اكثرها طبعا ما كانت باتفاق على انه يكون لي اسم، لان هاي اساسا هي بحوث حكوميه يعني، فما يكون بها ذكر لي لشخصي. ولكن انا راجعت العشرات كما يقولون من هذه البحوث من جهات متعددة، خصوصا جهة التصحيح، خصوصا جهة التخريج، خصوصا جهة وضع الخطط المبدئية والنهائية، تصحيح الخطط، تصحيح النصوص، تصحيح لغة، وهكذا يعني تصحيح أحيانا تصحيح علمي، وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لخدمة الدين، وأرجو من الطلبة طبعا اللي هم يدرسون البحث الخارج وليس عندهم أهداف في التدريس أو ما شابه ذلك أن يعملوا في مجال التحقيق. مجال التحقيق مجال مهم جدا وخطير، ويحمي الكثير من تراث مدرسة أهل البيت من الضياع، ويقف حجر مانع من ادعاء البعض بأنه مؤلف أو ما شابه ذلك. إن شاء الله أنا أعد كتاب في سرقات الحيدري بعد أن أتم مراجعة بقية كتبه التي وعدني الأخوة بإيصالها لي، لأنه لم أتمكن من شراء بقية كتبه التي كانت أسعارها غالية بالنسبة لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله